كبير أخي أشرف على الخطوط من عنده ناس أعود لحد الشيخ جمعة قلب فنان قدير فنان فاجئنا كلنا على رحيله بسبب حادث التصادم اللي تم ليلة أمس، وكان يعني سرعان لما ذهب إلى مستشفى الشيخ زايد الخصوصي، وكانت مأساة كبيرة جدا على الوسط الفني وعلى الجمهور الفني، يعني حزن كبير يشمل كل الفئات على رحيل الفنان الراحل أشرف عبد الغفور. والآن ابنته ريهام عبد الغفور وقفت الرجال لتأدية واجب العزاء بكل ثبات وبانهيار تام وبكاء وحزن وقلب مكسور. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك الراضيه المستقله. لا حول ولا قوه الا بالله. مش مبطله عياط ومبطله انهيار. فراق الاب صعب، فراق السند صعب، قلب مكسور وبكاء مش قادره تتملك اعصابها. يعني لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لحظات حزن، لحظات بكاء، يعني وفاة الأب، يعني وفاة الدنيا ووفاة الحياة. مش قادرة تاخد أنفاسك، مش قادرة تستوعب على الرحيل الفنان القدير والدها أشرف عبد الغفور. وطبعا كل الوسط الفني هادر على وحضور الآن الدكتور أشرف زكي، دكتور المهن التمثيلية، والفنانة نجمة زوجة الفنان الدكتور أشرف زكي، الآن يعني تؤدي واجب العزاء مع الفنانة ريهام عبد الغفور ابنة ونجل الفنان الراحل القدير أشرف عبد الغفور. لحظات من الألم، لحظات من اليأس، لحظات من القلوب المكسورة والوجوه الشاحبة وانهيارات صعبة وبكاء أشرف عبد الغفور. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صديقة العمر رهام عبد الغفور، صديقة العمر إيمان العاصي، صديقة العمر لحنان مطاوع، صديقة العمر لجميع الفنانين، يعني كل النجوم الفن قادرين ان هم جايين وقلوبهم مكسوره ووجوههم شاهده على رحيل الفنان اشرف عبد الغفور البرعي. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. يعني حزن كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موجودين النهاردة احنا يا جماعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد. الحزن يعم الجميع، الصمت يعم الجميع على رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور. لحظات من الألم والبكاء، لحظات من الإغراءات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لحظات من الحزن، لحظات من البكاء، لحظات من التأثر والقلوب المكسورة والوجوه الشاحبة في رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن نحن بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لحظات من الانهيارات والحزن والقلوب المكسورة والوجوه الشاحبة على رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور. والآن انهيار للفنانة نجمة الفنان أشرف عبد الغفور رهان عبد الغفور وحضور أبرز الحاضرين كان الفنان القدير محمد داوود والفنانة سوسن بدر والدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة ريجينا وإمام العاصي وعدة نجوم يعني حاضرين الآن بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وبأجواء صامتة وأجواء حزينة على رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور رحمه الله. يعني بعيد بالرحمة والصبر والسلوان لكل أحبابه ونبلته الفنانة رهام عبد الغفور ونبله الولد تامر عبد الغفور. يعني بالصبر والسلوان لكل أهل الفن طبعا وجمهور الفن اللي بيحبوا الفنان أشرف عبد الغفور وخالص التعازي وبكل ما يحبين أشرف عبد الغفور رحمه الله واسكنه فسيح الجنات يا رب العالمين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في الآن يعني الفنانة رهام عبد الغفور في لحظة صمت من الانهيار، لحظة لا استوعاب، لحظة انهيار داخلي، لحظة يعني ذكريات متكررة في الذاكرة لحين ذكريات والدها، ذكريات الحنين، ذكريات الجميلة على رحيل الفنانة الفنان أشرف عبد الغفور. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راجية مستقلة. مستقرة يعني مستقرة؟ ولا حي قد تقرأ في الأغرب قبلوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين معانا لحظة الانهيار ولحظة السكوت ولحظة الصمت الذي بداخلها صراع من الماضي، صراع من الذكريات، صراع من الحنين للأب والسند والنعم. هي الآن تتذكر كل شيء عن والدها، تتذكر كل أيام الطفولة، كل أيام الجميل الذي عاشتها مع والدها الفنان أشرف عبد الغفور رحمه الله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الآن يسأل فندعو له بالرحمة يا رب العالمين. نجوم الفن الآن في غاية الصمت والحزن والقلوب المكسورة والوجوه الشاهدة على ما حدث للفنان القدير أشرف عبد الغفور رحمه الله، الذي بسبب وفاته كان اصطدام بسيارة قدر الله وما شاء فعل. يعني حاجة حزينة، حاجة مفاجأة على كل الفنانين، حاجة مفاجأة على كل الجمهور الفن وكل محبين أشرف عبد الغفور ونجلته الفنانة رهام عبد الغفور. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لحادث سير أليم على الطريق، هي الآن في حزن تام غير استوعاب، غير يعني زي ما قلت لحضراتكم كل اللي فقد أبوه أو فقد أمه أكيد حاسس بالشعور ده، أكيد حاسس لحظة الانهيار الداخلية، لحظة الانهيار والعطف والحنان اللي بتحسها اللي بتفكرها دلوقتي. يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا الله. Thank you.
رب حد مهم يجي يشيل كل الناس دي وياخدوه برضه. عامل صوت الخامس هو واحد منهم اللي يشوف كل الناس اللي وراه والناس دي كلها اتخلت من قبل الحصول هنا لا هنا